يعني رسالتنا اليوم من بيته من هنا من على جبل صبيح إلى أهلنا في غزة بأن مزيدا من الصبر والمقاومة والثبات والصمود، لأن هذا الصمود الأسطوري في غزة برغم هذه الطائرات وبرغم هذه الصواريخ وبرغم هذا القتل اليومي، برغم الأطفال التي ترتقي أرواحهم والنساء والشيوخ والبيوت الآمنة التي تقصف وتهدم على رؤوس أصحابها، إلا أنكم صامدون، أنتم ترفعون الرؤوس عاليا، وأنتم الذين تدافعون عن شرف الأمتين العربية والإسلامية في ظل هذا الصمت العربي والصمت الإسلامي والصمت الدولي. يعني أعلى قوة في العالم رئيس مجلس الأمن الدولي غوتيريش الذي يطلب منا ضبط النفس كشعب فلسطيني، وإحنا نقتل وتضرب الصواريخ على رؤوسنا في بيوتنا الآمنة ويطلب منا ضبط النفس. رسالتنا من بيت إلى أهلنا في غزة، اللهم بردا وسلاما على غزة، اللهم ثباتا وقوة ونصرا وعزة في غزة ونحن في بيته وفي كل أنحاء الضفة الفلسطينية. 3 شهداء في قباطية، الاعتداء اليومي من قبل قطعان المستوطنين ومن قبل قوات الاحتلال الغاشمة على القدس وعلى كل مدن وقرى ومخيمات الضفة الفلسطينية أيضا، هذا كله وكأن هذه الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة الحاقدة قد فتحت الحرب في كل الاتجاهات وفي كل الساحات وعلى كل الآمنين من هذا الشعب الفلسطيني. ولكننا نقول نحن أصحاب الأرض الحقيقيين، هم من سيرحلون ونحن من سنبقى على هذه الأرض بفضل صمودي وثباتي ورباط شعبنا على أرضه.